عمر تايم. عندنا هون احر صوص بالعالم، ولك بطل تعمل فوكس على جورج قرداحي كمان. ايش حنعمل اليوم؟ حنلعب لعبه كثير صعبه، وكل ما اخسر حشرب من احر صوص بالعالم. هذا من اغبى القرارات اللي حاملها بحياتي، من اغبى الفيديوهات اللي حاملها بحياتي. يلا يلا يلا. اوكي، العيله السعيده. اوكي، هاي كوثر خوفو وبنتهم كوثر جونيور. اوكي، كوثر جونيور هي لحالها صارت. مين شرير؟ خطف كوثر جونيور؟ لا، عم تعيط كوثر جونيور. كوثر عم تعيط. انا الزلمه، انا لازم انقذهم. جد اني كثير زلمه انا. اوكي، حنلعب كوثر احنا. ايش هيك متت؟ وات كله هوا، كله هوا. ايش؟ اوكي اسمع، هاي المرحله التجريبيه ما حناخذ شطه فيها. كويس ما عم ناخذ شطه هاي المرحله. اوكي، لعن امي كوثر. ايش هاد كوثر؟ يلا خلاص. لا، انا اخترت لعبة غلط كتير. ايش هاللعبة؟ خلاص خلاص خلاص، ملقت ملقت. ما بديش اكسر الكيبورد، بديش، بحبه. ملقت نايس. وات ايش 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 مال ام هاي اللعبة؟ خلاص خلاص خلاص. لو سويت شيء اوبا لسا اوبا لسا اوبا لسا اوبا لسا الله. لا وات، خلاص خلاص خلاص. المشكله بحط لك موسيقى بتسلي على اساس انه انت متسلك. خلاص 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 خلاص. كيف هيك اللعبة؟ مش مستحيلة، حرفيا مستحيلة اللعبة. نايس. ترتيب 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 ترتيب. يس، لقيت البيبي كوثر، كوثر جونيور. اوكي، المرحلة حشرب شطة كل ما يصير اشي غبي. تعرف كيف برسم اطفال لما يطلع دخنة من اشي؟ قد ما هو بخوف هيك على شكل جمجمة هيك، اقسم بالله هيك. هلا جوردن رمزي، عرفتوا جوردن رمزي الطباخ اللي بضل يسب على العالم؟ قبل ما ياكل اشي بحرق بحط على لسانه ليمون. مش قادر اتنفس. اوه ماي جاد، والله صرت اعرف العب بعد ما هذا اكلت. حاسس حالي غبي، حاسس حالي تنين. حيطلع نار من تمي، حيطلع نار. مش حشرب شطه. اوكي اسمع، بعد ما اخلص باكل شطه بقعد. ماشي، انا خلوني اخلص امها. يا غبي يا غبي، مش عارف احكي صراحه. كوثر ما تخليني اسب على حماتي. ماشي، وام الدبانه، دبانه بتقتلك يا كوثر. خلاص يا الله يا الله، اسب على حماتي شكلي. خلاص ام اللعبه هاي برا. يا ربي صبرني 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 يا الله. لازم اخذ شطه، صار لي زمان مش شارب شطه. سوري بطلع مش والله، بس عارفين مش قادر احكي. ثاني تشنج. اوه ماي جاد. مبين علي عم باكل هواء بحياتي. بيبي كوثر، كوثر ما تسرقوا كوثر. حموت بعد ما اخلص تصويرك. بكفي بكفي يا دنيا، بكفي بكفي. يا الله يا الله، ما صارت هاي. خلصوا امي، خلصوا امي. والله مش حياة هاي، مش حياة مش حياة. خلاص وات؟ God damn it! بعد ما اخلص المرحلة بشرب، اوكي والله. الواحد يشرب كل مرة بنسى شو كان يعمل. يا الله! وات؟ ايش عم بصير؟ ايش؟
والله شو بكره هاي اللعبة، اقسم بالله لقيت لعبة بكرهها اكثر من كاتنج اوفر. اقسم بالله انا لعبة معتوها، اقسم بالله جد يا الله. اوه ثانك جاد ثانك جاد يا الله. خلاص خلاص شو المرحلة الخ هذا على اوما اللعبة صار لي نص ساعة بعيد مرحلة قعد خلاص كثير مسلية اللعبة كثير خلاص 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 اللعبة معتوها 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 اللي عملها ما بعرف يعمل العاب اقسم بالله تافه والله لك لعبة تافهة طيب والله يس شلت امه يس بيبي كوثر يس فاينلي موتت 117 مرة هخليها بعد كل مرحلة مش بعد كل موتة عشان كل موتة يصير لكم ايش اللعبة الزرقاء ايش مين اللي حكالي عنها واحد فيكم ترى اللي حكالي عنها بس عشان يكون بالصورة حلاوة الشطة هاي انك بتحز قال مكوجع كثير تاخذ وقف لا تحس بالحركة هيك تاخذ فجأة بتلاقيها فردت بكل تمك وخلص مش قادر تتنفس ولكو عقدة عقدة ام الجيم ايه خلاص 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 بطل تموتي كوثر بطل غبية انت غبية اريو دم كوثر نطة نطة زي العالم بس والله في ناس بيحبوا الإهانة اوكي في ناس بيحبوا الإهانة قاعد خلاص بس هاي المرحلة بس هاي المرحلة وبترك اللعبة بليز يا الله خلاص سب لها اللعبة ايش مش بس متعصب طلع الواحد عن طوره هاي اوه قاعد خلصت وات وات ترى والله لعيب انا والله اي ايش اعمل طيب ايش خلاص خلاص مش قادر مش قادر والله ما ضل في حيل اعصب يا ريال بخلص امي المرحله الصعبه بتجيني اشي اصعب Oh my god! Oh my god! خلاص خلاص! أضربنا الله مسلية شوية يعني ما حكذب. كثير مسلية كثير. Oh my god oh my god oh my god! What? خلاص خلاص! بليز 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 يس فجرني وات اوه ماي جاد 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 عمريتو وات ذس يا عمريتو ايش هذا يس بيبي كونتر دون متت 106 مرات ياس فيديو كويس خلينا ناخذ لكم قطره شطه اخر شيء عشان ختاما يعني ما بسيبكم هيك بدون فن هيك تشوف عمر بتعذب بالشطه هاي عمر تايم اوه ماي جاد اوكي اشوفكم على الحلقه الجايه شباب يلا سيو صح قبل ما نخلص هذا الفيديو فكر اعمل لكم مسابقه مين بيعمل لي احسن انترو
اوكي فانت بتعملوا انتروات حطوها على لينك يعني بنزلوها على جوجل درايف على اشي ترانسفر تبعتوا لي اللينك على الايميل واللي بيطلع لي احسن انترو طبعا كل الانتروات بعمل عنهم فيديو اللي بيعمل لي احسن واحده بعطيه هودي من هالبيد شو رايكم نعمل هيك مسابقه